الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أبو عبيد بن مسعود الثقفي قائد وقعة الجسر رنت يحيى هاي إن سحابيا تضبعتني سقالات لجهر مري القعقاع ابن عمر سيدو كتاب أقرنها ساسا مناسب هاي صببت محايا لأبو عبيدة ابن مسعود الثقفي وننكي دقال كمركو باللابان يبيت جوغي هل كجبك أوهر يكب الأوضوها مركي عيدا كيسا للجبيي بو القعقاع يكوي حكدا بقرمة ديوتاكاد مركو حاد مودا إنو نغغشي كيني مانتا يوم رماث مرهر أن صوهر مرنو أرق وكاد لقني مركو حاي ترتيبك ما طبعا ذا إسلاف تي من مؤلف كاو حسي كان نقضي المهم إن لهر مريه المهم إنك كم هو أها وقعدي أما دعذي الجسر لقوم لما قاعد بحذي أيا يحري للي هاي درسية إذن هو حجامية كأها دعذي بوندضة بوندضة أيضا محاك العي ها هو ذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق موسدا على فراشه مترقي من قضاء الله فيه بعد أن ثقلت عليه وطأة المرض. وحل مرة يحلي أبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين أسرر أساري وحرار جه والدقيقة هذه يقول بأنه ليش يسأل مره حنون كان المودين أنه كتم بذينه وحاوسكي الفراشكة كوشا كما دقاقه وها هم أولئي أهل المدينة يترددون على بيت خليفة المسلمين وجلين مشفقين رأي مدينة وضلنا وحيان بكلك بحينين قرق خليفة أبو بكر يوآد يد وقول والسن أما وقرب بقانا يا جريدة منتي يعني إن ويهينين مركاسي سعودة بغضين بقى مركا كم مقطع لأنه مش إنه خليفيه يمكليه هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله وأنك أمضى المركة كجرة فدريمي كرتا مركة عليسك يمجى أبو بكر وكله في أوساط أهل المدينة الضبا ما أنظر مدباب بحا مدباب صغرة مدباب بحا مدباب صغرة انت إساق على صوب بقانية وفيما كان الصديق على حالتي هذه دعا خليفته من بعده يضع أبو بكر حالة دا وكجره وحرار ويهي بوحو ياري خليفه إساق بدلي لها وأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال مركز يا عمر إني لأرجو أن أموت في يومي هذا ما أنت وعن فيلي وعن رجيني إن ما أنت لماذا ما أنت ذا نوطن عن كل عضلي فإذا أنا مت ربان دينتو فلا تصبحن حتى تندب الناس إلى قتال الفرس إلى قتال الفرس هو بريسن وغيان وكوكو برين إلا أتكد يا رسد عيدا كدولة لمن كفرس ديرتا قلق وضاق علمه طبعا ودريمي كرت إسلامك يدعوة يخدمة هذا الدين واللايف بروجكت هو نلاش هذا رمبا إن الدين وإن نقطه إلا دقيقة دا قدام بيس أبو بكر مدهين أنت تقبل كرتيد بعض قبضتي نيك يقول النبي الرومي بعد هاي النبي كان نيك اللي هجروا ده هاي صاحب كيسا ده هاي المبشرين بالجنة كجرتا خليفة المسلمين بان نقطي دقال كي الردة نيك معركتي سيدة بانو دقال الله من بعد هاي نيك إسلام كان أبو نسرين يعني خلاص مركا كان حالة ده نتكو جرتي وقتي أليقى باتان تير ربي يكو هي سطوه إن النستيد ويهلكوا كذي لا بحوكه الله يا ماذا سيحدث بعده مركو يسوي هل كان كبر محل عيدون أبو بكر مركو حواس وغير حرقنا جداويشهم بسعير رسم ويانه إني منك فرص ومال أصار وإني منك بيشيان كمركا لا يقين حال أبو ذا أي جري اللي به جري القطبية الدولية وحيمان تدهان أما سوبر باورز باك ماشي كجري نمنك الرومان كنمنك الرفرس تدعو لسبي هايان إيجا مثلا عالم كقطبية ديسة أما إيجا مركا
ugu tungoynaa oo digdig lahaa ummadaha dhan ba ay ka dambeeyeen. Abubakar markuu yiri radiyallahu anhu, haddaba haddii aan naf baxo aniga tacsiyadeyda iyo in aniga la ii baroorta iyo Abubakar ba halka yiil iyo howlaha ku mashquulina dhaqaaqa dagaal gala. Thumma ba'ath man yastajibu laka minhum madadan lijaysh almuslimiin almuqatil hunaak. Kadibna waxaad dirtaa cidda adiga ku ajiibaysa madad kuu noqon karta ama gurgad kuu noqon karta jeisha muslimiin halkaa ka dagaalamaya. Walaa tashgalannakum can amri diinikum musiibatun mahma jallad. Diinkiinna ha ka mashquulina, yaanay idin mashquulinin musiibad intay doontaba hala ekaatee. Yani Abubakar oo dhintay waa musiiba aad iyo aad u weyn ummadda ku timid, laakiin hawsha ha ku mashquulina, xaalu xaal jira wax waxaa ka weyn. Halkaa marka waxaa kaaga muuqda darsi ahaan in islaamku uu leeyahay priorities, uu leeyahay awlawiyaad waxa loo yaqaan, ama maxaa mudnaanta leh. Bimacnaa nacam Abubakar inuu dhintay xanuun bay ummadda ay ku tahay, nacam in khaliifatu lmuslimiin inuu booskiisa uu ka baxay wax sahlan maaha, nacam in si qurux badan loo gelbiyo oo iilka loo geeyay waa ay tahay, nacam in laga arrinsado oo laga tashto maamulka isaga gadaashii imanaya siduu u shaqayn lahaa, intuba waa qadaayaad kala duwan oo jadwal acmaal oo muhiima miiska noo saaran wey oo in laga hadlaayo ay tahay, laakiin maxaa ka weyn badan nusrat hada diin. Idan waxaa loo baahan qofka qaa'idka ah ama daaciga ah amaba ummadda arrinkeeda amaba ummadda u taliyay inuu mar walbaba qadaayaadka ummadda hortaagan inuu kafad saaro, oo halkana mid uu saaro, tan kalena mid uu saaro, hadba middii iyadu arjaxsanaata ee kuleh mudnaantana leh inuu iyada hormariyo oo waxyaaba minor inaan lagu mashquulo iyadoo major inuu sugayo. Kadib waraa wara alfaruqu saaxibahu turaaba laylan, habeenkii baa la xabaalay Abubakar, taana waxaa kaaga muuqata meydkiina dib loo dhigay, hadduu dhintay wan hore xabaasha laga geeyay, ila allahuma in iyadu duruuf ay jirto oo kale, haddii mathalan sida wadamada aanu joogno oo kale forensically lagu khasban yahay qofka in la baaro, haddii ay tahay mathalan meel tajiizaadkiisu aanay suurtagal aan ahayn, arrimaha sida haddoo kale waagii hore oo kale matalan qofka meeshii larabaa la isaga xabaali jiray dhulkaas iska weyna, laakiin haddaba inuu qofku boos leeyahay oo maaragtay lagu talagalaa waa meeshiin, waxay duruufu keento waa meesheeda, laakiin inaan lahayn wey waa khaliifatu lmuslimiin in la sii haya maaha, markiiba halagaba la xabaali. Wama an talaca asabaax xataa kaana awala camalin qaama bihi an nadaba annaasa liqitaali lfurasi waraghabahum fi dalika ashadda tardiib. Aroortii markii la gaaray isaga oo meel marinaya, dardaarankii uu uga tegey khaliifatu lmuslimiin Abubakar ayuu wuxuu isugu yeeray ciidankii uu leeyahay, haddaba inaka xaya dirirtii iyo dagaalkii baanu gelaynaa. Waxaa kaloo iyadana mudan in la tilmaamo, Abubakar wuxuu yiri la arju an amuuta fii yowmi haada, maanta naf baxayaa buu leeyahay, weynoodkiisu waa yaqaan. Zid calaa dalika radiallahu anhu ardaahu, dadka mulhamiintu ku jiraa haddaan socdaa buu yiri, haddaba waxaan rabaa maanta markaan dhigto dhinto oo naf baxo iilka caawa marka lay dhigo berri waxaan kugu ogahay hawsha inaad gudagashid operationada fuli. Cumar radiallahu anhu ardaahu waagii baa baryey, markiiba qayladhaantii buu bilaabay, ciidankii wuxuu bilaabay inuu isugu yaaru yidhaha dagaal baanu gelina isku imaado, laakinahu fuujia biannahu lam yastajib lahu minhum axad. Waxaa runtii kada ku noqotay Cumar Mukhataab cid dhegaysata in la waayo, ciidankii uu yiri kaalaya dagaal baanu gelinay, cid dhegaysata waa la waayo. Wadalika lishidati khashyatihi min alfuras, maxaa yeele aad baa loogaga baqay nimankaa furas, niman habaysan oo muruudiyaal ku dagaalama oo tababaran oo ummad u talin jiray, weligood dagaal maaragtay ku jiray oo adduunyada sanka ka haysta oo lagu dhiiran karin bay ahayn, muslimiintu way baqeen. Wakathrat ma samicuuhu can ba'sihim wa batfihim, wax badan waxaa dhagahooda kusoo dhacay, nimankaa ciddii ka hortimaada way qaramsadaan, tii sidii loogu hayay bay muslimiintu xoogaa baqdin baa gashay. Falamaa kaana yowma athaani aw ittaali daca annaasa karatan ukhra, maalinkii labaad markii la gaaro haddana qayladhaantii bilaabay, wuxuu dadow dagaal baanu gelina inakaana, falam yulabbih minhum axad, cid dhegaysata waa la waayay, lama ajiibi. Falamaa kaana yowma athaali, maalinkii saddexaad baa la gaaray haddana, nadabha maratan thalitha, maalin saddexaad buu yiri soo baxa, falam yantadib lahu minhum axad, cid dhegaysata markaa male. Saddex maalmood Cumar Khataabka aad u geydayn oo aad u kululaa
wuxuu rabana meel marin kara ayaa 3 maalmood wuxuu leeyahy warkaalay aan baxna eh hal qof oo usoo kacay oo yidhi anaa diyaara oo gacanta taag waa lagu falama kaana yowm الرaabic maalinka afraad marka la gaaray kharaja ilayhi الnaasu أو خرج إلى الناس ضيق الصدر كاسف البال ودعاه إلى قتال الفرس إسقوا آد أني الجبن وأني الجبي وعيري الدريمية كاسف البال حال دي سوني عادة عادة يعني الآن مشن بسوقي وملتري هول بالغة تكتي خليفة مسلم بأودغا ودر دارمي إسقوا أمير المؤمنين وأهيد مركة ودتك ساعة وفرت وفيقاي إن هر مركي والله انقضاء ولا دقاق وانا الضاهن الى علوتي المفروض يكون كذا ساس بقى لكن ان سدح مع البعض هل ان اوضت المسلمين تا وترين اميركا وخليفه وها ان لا دغيس انا وا دريمي كرتا عمر الخطاب اد برنت وججبت فقام اليه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي صحابي ما انت مكه ان كهلينا ميسك انه صارن 79 با استاغي وفرت التاغي وقال وحير كلمه عجيبه يا أمير المؤمنين لقد سمعنا دعوتك وأطعنا أمرك باقا وانو مقلني وحد نوير وانو أجيبني وأنا أول من يستجيب لك ومعي أولادي وأهلي وعشيرتي قفك أقول ري الديار أه إنو بحوا أنيه يكون لو أولاد ديد إي رير كي إي قرابة ديد ما كان عارين يرر كيسو وطا وسلانتي بوطا قرابة دي بوطا حكتي دي بوطا إنك كرعين فانفرجت أسارير عمر رضي الله عنه ودبت الحمية في صدور الرجال مركبة إلهي وحو قدري إن عمر الخطاب رضي الله عنه فرحت مركبة كسوة قضاء أو فرحه مركت أي ديسه مسلمين تنتو ذكا لو حاجة هبع كجري يلو جيدة يعني مركبة إن حمية إنت كن باللعبته ورنتي هلك أي دقاقان فأقبلوا على الانضمام إلى الجيش الغازي في سبيل الله هلك سامك دق سأوصف القول المركب هلك واحد تاجر أبو عبيدة ابن مسعود الثقفي يرى قوتي اسلامتي انتو حلقه سيتاغين مركز عيدكم باللعبين ان اسا مركز ودوا فايلر ولما اكتمل جمع المسلمين مركز عيدك وبحسمي او دمايستر مي عدد كي لو تلقى اما بل في ان اي هلكا كب قولان ودريت اي تغان مركز بحسمين قال قائل منهم لعمر بن الخطاب من كم اذا عيدك جدالك يمد ku soo doofay Abu Ubayda ayaa hadlo farta taagto wuxuu yiri Umar walli ala jeeshi ahad as-sabiqina ila islam min muhaajirin aw insaan ciidan kan waxa dabaan dula uga dhigta oo maamulkiisa ad hoos keenta nin kamida dadka islaamka ku soo horreeyay ama muhaajir han noqdo ama ansaari han noqdo labada ayuu san kamid marka wuxuu rabaa inuu manipulated ka dhigo oo ixtikaaro oo yiraahdo maamulka iyo jeeshka kan hoggaankiisa muhaajiri ansaari hadda fiilin oo dadkii islaamka soo gala dadkii gadaalka soo islaamay naga daa fahum arfa'u an-naasi qadaran wa 'azamuhum sha'nan iyaga ugu sharaf badan dadka uguna sha'ni weyn marka cid ku haysta marka malaha marka haday taagan tahay as-sabqiyya ya islaamka ku horree haday taagan tahay al-qadar wa sharaf ya sharaf ya leh iyo ma aragtay VIP ah iyaga ah iyaga hormari faqala umar ibn khalilah wallah suurta galmaha ma samaynayo إنما رفع قدرهم وعظم شأنهم سبقهم إلى الصالحات هرتو كو ضد كان هذا عد إيشاكتي وحا قدر كو ذي شرفتو ذكر أوليغي وحكالا ما هانا وإسلام كيني ضد كيسو الرئيو ضد كيقوه الرئيو وقال إني تعمل بك ومسارعتهم إلى لقاء أعداء الله إني يهين ضد كو دك دقه أما أو دك دقه إني عدو إلهي لدك اللمان هرتو تاسي شرف مركو ذركو يشاد شرفت مهاجرين تابع هاي شرفت أنصارنا تابع هاي إسكو صو دودو با إذا الكود با شرفتو دو وحي هاي إن إسلام كان مركي للربا إن للدفاع أي دادك أغوه الرأي فرت التاقة هرموت كإن النقضة هرت تاسي شرفكو يا شيء فإذا تثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله لكن هذي كعقة جيدين ويقولوا لك إسكو النبان أو جهادك إلهي أن مركي بأسو إستاقين وخف إليه أحد غيرهم qof kale iyaga aan ahayna uu markiiba ilaahay uu nashaadka uu geliyay diyaar uu noqday qof macna nashad nashata wa asra qof kale uu soo degdegay aan iyaga ahayn kaana huwa as-sabiq min dun iyaga isaga marka ka horreeya wal awla bir ra'asati alayhim mudnaanta iyo maamulkan isaga kulah
عمر الخطاب في الرابعة رجع حول إفسادية أنت وهل لي يقول هل لي يقول هل المهاجرين أنصار وحول في إيدتك سابقين تاها إن إيدتك أغر جعانت التاجئين النقضة اللي وتل قوي قينا ومنانتا يكوي الشيء إلى هين والله بقى أيضا اسكو حقيقي على ذلك الدون مكة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم أيضها صحيح المام يعني إن إلهي يرابك النقض للفقراء المهاجرين الذين وقرآن كحوت المام هذا إيه الأمان والذين تبوا دار الإيمان من بعد إيضا حيث المام سيجي يعني آياتها سؤالا دات كاسا لغو إمها لغو أمان مركو عمر الخطاب وحفي لي ورونتي جرانتت واحد إسيسيي دات كأوهر مركو فرت تاجي دون إلقال يها نقل دونا لكن مركو أركيني حواقع إسن نبيان وحاجة جيدنا وكجرو وصي وحب عسيهين وإلهين وفرج وكك يعني ذاتك أبو عبيدة أنا وعين ذاتك سابقين تأسي مركي وكم وقتا وحير هدبا أني كان إيه ديار كأ إيه كو فرت إيه تاي كاسا أولي بيا بيو لكن هبل أركان إيه إيه مطر والله بيو لا أؤمر عليه إلا أول المسلمين استجابة لداعي الجهاد إن أنا أمير أنا كبيين بيو وعيدا كان أمير أنا غبيين إلا عدي وجوه الرئيسي أجيبتي ay tiri diyaar maanahay oo markaan iri dagaal hal la gal qofkan baa u dhiibaya thumma daa aba ubaydata ibn mas'ud al-thaqafi abu ubayd u yara wa aqada lahu ar-rayata ala jaysh al-muslimin al-mutawajjaha li harbi furs li harbi al-furs bandiradi oo bandirad ama calanka ama raayada ama flag loo dhiibayo ninka hoggaamiya waxay ka dhigan tahay inuu isagu amirka yahay isaga marka sida isaga marka u sii raayada wuxuu yiri adan ku dhiibay طيال كان لقاء مضى أبو عبيد بجيشه البالغ 5000 مجاهد ومعه أخوه وأولاده الثلاثة وزوجته أبو عبيد عيدا كيسي هل كان لقاء عيدا قاري إلى شنكون هل كان وحا لصعدة ويل لدى الشيء ولا الكي كوا أولا لو سدحا هوين يدي سيبا لصعدة في عيدا كالو شنكون مركز لسوقين وكان كلما مر بحي من احياء العرب حضهم على الجهاد ورغبهم في الاستشهاد مركو حيد انتو وددا وسودالك او كجيري ايو ديغان والبا عرب اي دغنت امركو كو يمادو ايو ددك و خو كبوريي اما او ما ارغتي كو ترتلسين ان الجهاد كا اقبلان او ور الهي درتي او دقاق او ور جهاد او تقف مثلا خروج او ددك دعوه او شيغي مدم ميل جولين او كلو ور صبح او الهي درتي اي راعه او يعني shahaadada waxa ku jiray in wadada ilaahay lagu shahiido iyo hadii qaniima lahayd inta uu kala hadlo ilmihi fama zaala aljaysh yanmu wa yakbur markastu qala umarana dad baa ku soo biiray ciidanka marka uu sii kordhiyay inta hatta balaga 10000 mujahid taban kun bay noqdeen marka abood u yeeshay baada tawfiq ilaahi jalla wa ala shan kun oo kalana inuu halka meelaha ka dambarto oo deegaanada garbaha isku haya daadsan dhulka gaaraya inta u dhaxeysa halka laga dhaqaaqay Madiina Munawwara ee meesha yoolka ah loo socdo furus inta u dhaxeysa dadku ka urursaday ciidanka isku soo duuduubay tiradiisa guud waxay noqotay 10,000 oo mujaahid wasalad anba'u jaysh al-muslimin al-qadim bi qiyadati abi ubayd ila masami' al-furus nimankii furus ahaa waa dad dagaalka yaqaan intelligence haday noqonayaan wax la jaajuusana runtii waa dad aad ugu dheereeya nacam ma jirto sida waqtigan ay tahay oo kale mayan jirin wasaaishi dadkii isku soo dhowin akhbaarta laakiin cuyuun baa jirta cuyuun la diro ilaala la dira dooyooyin baa la dira sahmis baa la dira wararka la soo xoraansada oo la soo ururiya ilmihim akhbaar waxay helaan ah in ciidan oo habaanduuliisu u yahay Abu Ubayda cadad kaana gaaraya inuu ku soo wajahayo inuu iga markaa la dagaalamo taasa markay ahdeen faxashadu junuudahum ucabbu qawaahum iyaguna waxay isku dayeen markiiba ciidankiiba riiga geliyeen oo la isugu yaaray waxa la wixii awood ay lahaayeen waa ay diyaarsadeen diyaar bay noqdeen dad marka wax badan ku qaadanay maaheen inay dagaalamaan wacazamu cala an yadribu muslimiina darbatan qaadiya laa taquumu lahum bacdaha qaa'ima waxaana go'aan u ahaa in muslimiinta ay laqsiiyaan darbad runtii ka takhallusta oo dibdan aan loo arkin laa taquumu lahum bacdaha qaa'ima waxay yiraahdeen darsi lama ilaa waan ha loo laqino saysan dibdanba usoo hunguriyeen furus iyo eriyadeeda iyo dad kale inala dagaalama haba la waayo iyaga dhanbo imsuuxaan khaarita wajacalu calaa qiyaadati jayshin cadiiman min cudamaa yudcaa jaabaan
ciidanka waxaa loo dhiibay nin aad iyo aad u culus oo militarily darajada ugu sareysa gaarsiisan ee lagu magacaabo Jaban. وجعلوا على ميمنتي فارسا من مشاهير فرسانهم يقال له مردان ميديكته وحان نينكا عاوينيو ايه كالكاليا واه او دنكا ميديك دنكا ميديك عيدنك لو ديبا عيدنك علوس مركي قيادة لغا صوتاقو عيدنك مركي صفت صفت لقليل ايو قيب تهارا نينكا هستن بويانا ميديك تقفك لو ديبا نين سهلا مركا ماه ميديك تمركا وحاج جوغا نينكا لا او اسنا فارسا دقالي هانا او ضدك عانك اه ماها مش اي واحد وهذا لصوح ولا dabla ah shaxal ay tababar la siiyay oo ragga ku dhiira maaha nin diyaarsan wey magaciisa waxa la dhahay Mardan marka Mardan iyo Jaban laba magac oo isku shayadiintu ag bay wataan dagaalkii soo galay iltaqa aljam'ani fi an-namariq labadii ciidan waxay ku kulmeen meel lagu magacaabo an-namariq waa meel kufa u dhow oo runtii dhulka ciiraaq kamida wadaarat baynahuma raha ma'rakatan tahun abda fiha jaysh al-muslimin biqiyadati abi ubayda أبي عبيد من ضروب البصالة والبذل ما زلزل أقدام الفرس وألحق بهم الهزيمة المنكر ومزقهم شر ومزق لقالك شاقي سيشيد مريه سنة ورقمي ودقالك إصلاء ولا لو بصي مسلمين ترونتي واتن مالكا وحي موجيا رونتي بصالة وماشي قسر سيئة إيجي سنة ماشي قسر سيئة taarunti dagaalka maalinka ay galeen waxay gilgileen nimankii furus waati gumadooda ay gilgilatay waati jabban uu ku yimid waati iyaga dhan kala jabiyay waati ciidankooda kala qoban iyo kabtay maaragta ay ka dhacday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel buu saaray Abu Ubaydin marka maalinkaas runtii markii ugu horeysay shabta la siiyay oo ciidanka kaambigiisii hore halkaas aan nimanka la saaray فوقع جابان قائد الجيش في أسرى جندي من جنود المسلمين يدعى مطر ابن فضة التيمي منكي بهلك اللي نقول لي جابان مقع وتي إلى لها وانين معركتي معركتي مصعونة أو ملتري وحكى السلقال لها وإيصوش الرحدان وماش أي كانان واتي لا تحاطوك عن تابل لقول لي نين مسلمة ومطر ابن فضة اللي قمك عابه وعينك مسلمين تكجر عن تابل كتبه كل لي كل لي سيرنا مالا سوقبت وقع مردان كي كان اسمه مردان وما على لها في أسر جندي آخر يدعى أكتل ابن شماخ العكلي العقلي نين كلا أو عيدا كمسلمين تكمدة أو دت كان ده إسكا ماها رجي وينا ما هو لي ما هو نين عيدا كأن كمدة وأكتل ابن شماخ لو ما قعد سنة قعدت كلية لبعض إني ما قال هيا جابان آه هرجوجي عيدا ك إي مردان آه بديك هي عيدا ك لبعض أبو حاج قعدت كهيا مطر إيه أكتل بقى عندك وهاي والله صور قلت فقتل أكتل أسيره أكتل إساق ما بضاه هنا نينكي وقعنت كل شيء مردانة سرك وديري كف الكاسو مكة صار مردان واكو داير أما جابان جابان مكو صهر فقد أدرك أن أسيره لم يعرفه مركو وقاذي نينكا قعنت كل شيء إنو سنقرني إنو جابان يهم وقعنت فارسي oo dagaaliyahan oo dagaal marka ugu yimid uu nin caadi inuu qabto mooda laakiin haduu ogaan lahayn uu Jaban yahay mar hore la qilaa marka ma ogo markuu Jaban laftirkiisa uu ogaaday ninkan inuu san la socon faja'ala yatadallalu lahu wuxuu billaab inuu dhulka isku dhigo oo wuu dhahru lahu dhaaf wal ajz wa taqaddum as-sin wana ummu jir wana nin taag daran baanahay wal iska kayso khasbayo nin da'ana oo maashi inaan imaada ma ahayn wa yas'aluhu an yu'minu ala nafsi markaas yiri amaan iska kaysiyo maanta iska kayda adigu nin la qabtay oo geeruna ay hortaalso bariyo tamil ha bariyo tamil wa yumannihi bima sha'a min al-ata wa kala hadana u sheegay wax alla waxa la tan ku siinay inuu iska kayda fa ashfaq alayhi matar wa amanahu inki mataraha ninku u naxay xiru ninkan odaya dilkiisa kullu xuma kama keenaysi iska da kadib yiri bal dhaqaaq amni nugusi yaani amanu waxa laga wada إنه ما ينقلي أوسي إن اللي تعبني خاص كحريق كلمة داس مؤلقة صراحة وإيش كسي دائما لكن جابان ما كاد يتخلص من بين يدي آسيري حتى عرفه جند المسلمين قبضوا عليه مركي نينكا أوسا أوسي داي أيا كوي كالا عيدا كمسلمين تأميش الجوغي بوي قرتين إنه جابان نب مركا لا سوق التهدان إلا نكيه هرم مسيوكا قبح حصد صوامه واتوا به الى قائد الجيش ابي عبيد سوسو ولين ابو عبيد وكان حين واكن جابان مركو هرن محاقبته مطر
مر مرسي يوحنا الله بحني هل كشاجي مركو اسم مسكينين ولا اسكي سيدي الله كواكن. وقالوا هذا جابان قائد جيش الفرس وهجاميه عيد كبوت، ولقد أمنه أحد جنود المسلمين وهو لا يعرفه، لكن واحد من جليسي من عيدا كان كمده لقوم جعابه مطر ابن فضة التيمي، لكن إسقهم أقوم بإسكاء أمان جليه، ثم أشاروا عليه بقتل مركز سيحنا هذا بعض يسوق كل دار مركز منك هراء قبتي موسى أقول نك كان وبحصده، لكن هذا ميل صار. فقال أبو عبيد لا والله والله أمنه مي ومن قال لي ويسي انو مدلي صراحه مسلمين تو هل جير او كلام متكود وحا ودبر كوريتو مرك سيسايو جرادي شاد مصر ريعي وانين عيدا كميدو عيد تقال مركا مالها اي isaga nin weynay ma kala saareen nin inaga naga mid hadduuba commitment-iga uu galay ah inuu ninka ammaan u sii inagu ammaan gelin. Marka akhlaaqiyaadka xarbiga markay daraaseynayaan dadkana muslimiinta ahayn muslimiinta war moralities-ka iyo say u dhaqmaan WOP-da sida loola dhaqmo word of prisoners oo kala dadka la soo qabto la soo taxaabto iyo marka dumar gacan lagu dhigo iyo marka ciyaal gacan lagu dhigo iyo markii macbad lagu yimaado meel ilaahay lagu caabuday amaba diin qaldan ba ha iska noqoto, markii synagogue lagu yimaado iyo markii lagu yimaado mar temple markii lagu yimaado church muslimiinta si u dhaqmi jirin waa leeqa nin weyn ha dilina oo maaragtay kutubtooda ha gubina oo yararka iska daaya oo ciyaal dumarka faraxa ka qaada iyo waxa mucaafada ah ee kutubteen way ku qoranta nabiga sallallahu alayhi wasallamna markuu ciidanka diray saasu kala dardaarmi jiray. Halka iyaga macrakadiina soo martay markii ugu horeysay uu halis uu galay Alqaqaa ibn Camar andaha maaragtay Khalid ibn Walid oo Alqaqaana ilaahay uu ku bixinay waad aragteen ninkii meesha soo istaagay shaqadiisa maahan, dadku waxay doonaan ha yiraahdeen anuu shaqadii ninkii inaan dilo unbaan rabaa. Marka waxaa jira akhlaaqiyaad baa jira oo haddaad samaysina wasma tacaar ay noqoso fi jibinik ala mar taariikh, maaha in nin safiirana la dilo, maaha nin waanwaan wada in la dilo, maaha nin calan cad sita ee raba dadka inuu kala dhexgalo in la dilo maaha. Markuu wuxuu yidhi mar haddiiba ammaan la mid ka midi uu siiyo kal jasadi lwaxid, marka macnahaas waa macnaa muhiima oo runtii meeshiisa leh meel walba way dhacdaa. Xataa nabiga sal alay wasalam markuu mahaani uu yiri sal alay wasalam ciddaad adigu mangalaysit anu waan siinayna, xataa haweeney muslimada hadday tiraahdo ammaan baan siiya waa la siinaya, ku yaro innaga naga mid hadii yuri ammaan baan siiya waa la siinaya. Inta kale waxay ku khasban yihiin in magangelyada la ilaaliyo, waxayna ka mid tahay muslimiinta iyo arrinkooda inu waaxid. Laakiin hebel baa go-aan qaata, anaa ka daba qaadanayo hebel qaraarkiisa ma shaqeynaya, mayo hadda in laga daba shiro waayo shirkiisa shar kalaan ku burinaynaayo qadiyadiis qadeed. Howlaha howlaha waxay ka mid tahay ummaddu markay fawda noqoto oo anarchism uu yimaado oo ay kala qubato oo hoggaan isku keenay marka la waayo saa u dhaqmaan oo ay noqdaan xusaalena dadka u liido downtrodden, laakiin ummaddu markay ummad tahay cizi iyo gabanimo leedahay saasay isku ixtiraamta ari qaa'ida muslimiin akhlaaqdiis. Ilmuhim نيكو استسلم الجند المنهزمون لأبي عبيدة وصالحوه على أن يدفعوا له الجزية وجاءوا له بنفائس الطعام والأخبصة. عيدا كي طبعا مرها دي وتي من الدلي من الدي حال كي سيدا ويشو كبحس إلهي وقجي هاي مرها دي سيدا كل عيوغا لما مركوا يجبين مركا يجبين كدب ويسديبين وحي اسديب كوذا مركوا حوها إنه كله الشيان عيدا كمسلمين تأي الجزية. جزية دو وان صوت شرحنا ايان لحظة وإلهين أولياء عن يد وهم ساغرون ووح لغا قاضة قفك إياه أما با مامل كمسلمين تهوس إيمانية إلا مامله ووحو بحيو معني إذا ماها عنشور للي يهي الود اللي سنة ماها وحا لغا وضع إن لغو إلاليو إلا أن وضن كأودقين يهي عيدا بولي يهي فسيلس بوليها مرافق بوليها بريها دي اللي قصوا الدولة الدفاع بقبها هي لو الدفاع منها كان إعمان كالسية إقامة للسية لسود وين إسنا حق الحولين للدفاع حق الحولين للدفاع سيدا قريها مسلمين الله إلا لنا كان وإن الله إلا لنا وحق بولي محايلة إن دي إسلامي ستيت بركو الدقين هو ذمي حكم كاسولي وإن الإلال
هذا من نينك مسلم كذا زكو لبح الضريبة ضد كذا كوضع الحيسة هذا نوح لبح ما دام الزكاة يعني واجب هذه أكتر هذا يعني كأهين هذا ديال هذا نوع هين هو مسلم أمبال الله يقع هذا إذا كذا هذا يمرك جزية الله يقع هذا تام مرك ومعنى ماشي سمرك عليه هي إيه ده الله موجيني والله قاعد كذا سوام هذا بس فرق حيث ما يمرك جزية دي وحيكال أوكيانين نوعية كالدوان راشين يدرك للدون إلا ندرك ضد حي أهان برشين ضد حضارة له البحنمة له رنتي آديات حق البحنمة وغير دروكسن الجزيرة العرب الجزيرة العربية ضد كدجن ضد حي إسكا أهان عدي عانها ونيقان ونحولها ومسكا ضغطة لكن فرسمانا إن در للسمائي إيو وحل تراش إيو وحل الاندية إيو وحمرك الله الطلقه وحي يبت كان إسكاله وحي إسكاله إن من كان برشين ته مركي تاجن تاي عن تمرك الله سمين نوعي كل الدوان حلويات كل الدوان وإلى الآن ذاتك حاجة إيران يدجن أي عام كويهين يجا إسكالها مرك لا يمقن في هذه الجزيرة العربية فلما وضعوها بين يديه أعرض عنها وحي سووا ذين بي وحي هرد جان أبو عبيدة عير ذين أنت عنا إنك إنك سعرتها مرك سك جيست وقال وحي هل أكرمتم جند المسلمين جميعا مثل ما تكرمونني إذن كمسلمين تقولون ما كوضا سنتين أو سيدا أنيقا إيما موسى يسان واحد أنيقا إيه كانتين إيه كان مو كانتين بس أنيقا كليهم بعد الله صفر يسالتين يعني معنى أضان كسين الراشين كان أضان كسين إذن كنتي سيكلم سيسان فقالوا إن ذلك لم يتيسر لنا اليوم وسنفعله غدا ما يمانتو إنو سورتوب وإذا دادك لأن إنا نوضا ديغنو لكن بالربع إنو أهانيس فقال يرفعوه فلا حاجة لنا به هذا إقلاطك وحضانا كمالي ثم دمعت عيناه مركزو المي أبو عبيدة أو أبو عبيد عندها مربع تأذى جرعة ولا أبو عبيد مجع أبو عبيد مركزو المي مركزو بئس المرء أبو عبيد إن هو صاحب جنود المسلمين من ديارهم وانتزع من بين أهلهم وأولادهم ثم استأثر من دونهم بشيء الضباء وحير وحا يعني أبو عبيد قف حنب النقانة يبين هذو أنتو عيدا لن كسر رقصدي ديجان دودي وأهلهذي كلا صار لحبه، وريروهذي كسر كحيسته، كدي من إسوع ماشى إنتو كان مال هلستي هذا له، ووحل الله وحي وناجنا وإسوع كليه ون جيب كيسة كل تاية دوانين الحمد لله يعني معنا وحي جسور توبة كرمها، تان رنتي وحي موجنا إسا معنا آدي أروح الدار مرت لا والله لا أكل معنيب شيء مما أتيتم به وحد إرتي ماذا معنيب ولا مما آفاء الله به علينا من الغنائم حتى غنائم تنأن فرهن كبحصاننا مقاذني إلا ما يأكل أوسط جندي من جنود المسلمين إلا ننكست عينك كاملة أفريج عينك كاملة لي مانكا ننوى بوا كروس بديس انت دون طال نقطو كراديس انت دون هجر سنادة مد هذا دبلاء إلا مدك أو معرتي دقاي يسو درجات كي قوتي انت سوق درك إلا إكعنا أنو ما أنا فرفوع مركز كلا تجاه تانا مركز حين موجين إساء قائد المسلمين إن ونقضة شعب كان ووضع إنه ما عندنا نقضة كان شخص نصي موجين إساء والنوع ذوق كم إذا كم من سنسين إن وحب بابا أن أذيك أذن سكال لقين جروب مركز مالك وضع بحضان روحا ماشا للصوه لذلك ويسمين عقامية ماشا الجوغة مثل الله التالي انتو ويسمين هدي رئيس ويجري هدو مرؤوس ولا ويسمين حاكم محكومة لو سمين دولة الشعب ولو سمين مركو حير إلا كوا إلا الصعود والنبا إيجا نبروان وهلا حقي إسا أم واحد أنيك إسين إسا إلا أكهر والله أنا قدمين إنت مركو يري كدب جمع أبو عبيد الغنائم وحلو حي غنائم بأرورية وكان في جملة مغنيمه وحيا بها إنما كان لغا صفر توحا كمد مركو غنيمة وحجرة في الفقه وحلو يقين غنيمة وحلو يقين في فيه غنيمة وحي كل دون غنيمة وحلو لها مرك انت الدقال لقاده عيدا كأد دقال لانتين واحد كصفر تغنيم الله إذن حق بكتن فكل مما غنمت مركو إلهي معنى الله في سورة الأنفال هلك فيبقوا يهي إيضا دقال الآن لقيني وحي لصهلة مما أفاء الله على رسوله قرآن كحوة المامة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وح فرداد بالفسين مجرو وح قاديدة دوك حيستين مركا ملا وح اسكبي لها أوه هلك اسكيار الهي غانتي دي سو غليو مركا فيغو معناها هو غنيمن واسدان لكن لبدا معناها كودا دخايه او
فيج وحي جعانتوده سو غلا لو مغا مغا كي وخر كيسان marka magaca fay kaliya hadii la isticmaal ganima soo hos galisa hadii ganima kaliya fay ugu soo hos galiya hadii laba wala isla sheegana mid wal macna gaar u sameynaya sida ee fiqi ahaan ilmihim wuxiri wuxii la keen ganima waxa ku jira nooc min faakhir at-tamr nooc timirta mideeda ugu wanaagsan yudca النرسيان تمرت او حلم النرسيان ما قعب له هل كان مركه ما قعب قيمه وذلك نسبه الى النرسي ابن خاله ابن خاله الملك وحلوت انا يا اما با لوغ نسبيا نرسي نرسي وحا دلي ما اردت بقر كهبرتي ايا دشي وانما نسب اليه وجد مركه المعبرات ديهين وحا نرسي لوغ بخي لانه استاثر بزراعتي اسغا لا غار نقدي انو بيرت تمرتاس وحضرها على غيره من الناس ذات كلام وديد عد كلا او بيران كرتا اما دمين كرتا ام اسو دوان كرتا marka mala marka isaga nirsi baa lagu magacaaba timirta wuxuu u bixiyay anarsiyan buu u bixiyay isaga marka waxay ta exclusively mid isaga u xiran wey isaga monopol ku haysta cid u iman karta marka mala ilmihim wa kana ملك او ملك فارس يحض نفسه بهذا النوع الفريد من التمر ويخص نفسه بقر كفارسنا سيجارة يتمرتها سيجارة عن الجري فلا يكون أحدا إلا هو أسرته السيجي قويس كين بعن الجري ومن شاء أن يكرمه بهدية منه قفك كالا صاما نقول لدمية إيتها إن هدية الله قرتمها إن هدية هل غوصي يموين إن أدبيرة تبيه إن أدمال مهرات أنت تكتا سوئي بستبيه إن ما أركتا أدمالها كيش صورة قلمة قفك اللي وعر كان تماشي سأبال كسال مرينيه تمرتها نوي كان فوزعه أبو عبيد تمرتها صداء ومعناها له او جودتها هي كواليتي قالها وحو قيبي على فلاحي الفرس نمانكي فرس اها ربغو رغودا معركه بيره ليدا ايو كسفي رغدا اسكا لو بروفايل كاسكا او بيزنتسكا لليدو اكتو دوخ ما انا كا اهين ددكودي او ددكي معركه اي سهين و ددكودي بو كسفي فلاحينتي بيره ليدا دمبوسي الذين كانوا يغرسون ويجنونه ولا يذوقونه وأنا من كبيري انتي بيران او انت صبل دول تجنادان هذا انا صار شفان او صار قران بيجو انا دمين ما دمين كرامك واركان بس يبعش ان النسيان تاعي واركانه كذي ضد كاسو مرك جيري كذا رجع هذا وبعث ب 500 الى بيت من المسلمين في المدينه شن بقول هذا كم اذا وحو ادري هلك مسلمين تلقى حكم بيت مال المسلمين كود في هلك هلقي إذن أبو عبيد نيسى هلا إنه سنة ودريني كرتا وكتب إلى عمر الخطاب يقول عمر الخطاب ومركب أقرى دنبال وقل ليه إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها لك لنوع كالدوانو رقم ما ذحظة أكاسرة مركة أكاسرة بحل لجد وبقرة معركة فرس معركة هداد مقشيد قياسرة هداد مقشيد وكوى الرومان مركة قيسر إي كيسر بيك العين مركة مركة بقركة ninka soo boqor ka noqdo furus ama boqorada waxa la yiraahdaa kaasira kuwa kan noqdo boqor ka noqdo xagga ay romaan qiyaasira la nihi jiray marka macnahaasi marka la hay marka wuxuu yiri raashin akaasirada boqorada beeshiyanka kaliya ay si gaar ah u ilaashan jiray marti ilaahay nagu qoodiyo wa taxtasu biha min duni raayiyatiha iyaga si gaar ah u lahaan jiray yiri oo isu siin jiray oo shacabka intooda kalena u diidi jiray فأحببنا أن تروها يا أمير المؤمنين لتشكر الله تعالى على نعمه وإفضاله وحنصدر وحكى لما وحنربنا بل إنا بحكى أركتان لاشينك أكاسرده إما نبولك إكوه ستي شعبك إنتي سكلا إودي ديسي سي إلهي سبحانه وتعالى وغمها النقضان إلهي قلد ديسي ليرا سينت إلهي نسي بلغت أنباء الهزيمة المنكرة إلى التي حلت بالفرس مسامع كبيرهم رستم مركي جبك أو كيمد أي خبرك إسلباهي وحو قال رستم او اهنك اقوي انك اصورك قال وعلف ما حل بجابان وقائد من منتي وونا مقلي نيك جابان انك عالا قول لقى او سي مسكين نما مقال ليس قسي نيك كالمردان انسورك اللو ديري اكتل او كتاقي انتو ومقلي فاستشاط غضبا انتو عرون كرو عرو ذا مرك كلمة استشاط عربا كلمة غضبا وحالا ذيك سدا يعني شين ايو ط لغة عربية مادة أسهل كذا مركي كلمة دو أي تكتو وضب هرو يعني معنى أدب مركو عرودي ودريم كتا الشيطان حتى كلمة الشيطان أسهل كما شيء كتمت يعني وح أد يعني أن أسهل نيمو
فجمع خاصته مركز وكبر عليه أن تنهزم جيوش الفرس المظفرة أمام هذه القلة القليلة من العرب الحفاة العراة وحقاد ألوين هذا إذن كي فرص عيدا كأغيدها ولي إنه يقول يسمو أن الآن للجبين إن أي جبان وأي جبيان قال يا فرق ترسو عربة طمان كنا مالها إسكسو أروستي وكواء وذن وقاقاوا إلا أن أرعرت أكتو ذاتك أحب أكتو ذاتك معها مقع لسين جري بربارينيس سافيجيس ضدان كبه حيرانين ضد الليلة مقع سيل الهاين فجمع خاصته مركز ذاتك جارك أها وبرلمان كي جارك أنتو سوير وقال لهم في أي العجم أشد بأسا العربي فيما ترون حاني ذي بيديم عجمته مركا ديب لو قول لابتو وان كان نك او ادق عرب ميل ساري كلا قالوا حيران انه بهن ذو الحاجب نك بهن اي عرب يقن سي شق الله وقبت فقالوا حي اصبتم الله يلوات على شيء راي ثم سبع بهن بهما بوير وعقد له اللواء على 80,000 من اشد المقاتلين مركز انتم بديردو ديبه أو حقولي بعينا جاري سديد تنكون أو نمانكي فرص أدقى لهنا وجعل في جيشه 20 أضخى منها والأقوى لباتن مروذي ووح كوين بضن وكب اللارن وكأود بضن هرأي أن الله أركي نور رعي هل كان ويمرك ماشي عن لهين وحي أهيد كتاب كإنو هر مريو هذا معناها درسي كان وكهر مريو سد حديد درسي القعقاع لأنه محايلة لقب الله بهذا وحينور بالله من يوم أرماث وحيد عايب هل قال القعقاع وكلقب صدنا وحيد يوم أغواث بقى كدي من يوم عماس كدي من يوم القادسية تاريخ وصاصة اتحانة مكة وتهد المهم هل كان أي اللون يبوح اللي يبال عيدا كان كهير فصار بهما بهذا الجيش اللجب حتى نزل على شاطئ الفرات الشرقي بالقرب من الكوفة نيكي به منها ورد قاقي إذا كان الحاد كله أي حروك حيستي إلا وكدقي حيبتا فرات قيت إذا بارقة إذنك حكتا كوفا حق بارقة إذنك كوفا حكتا الكاسو الدقي أما عبيد أبو عبيد أسنى فقد توجه بجندي إذن إذن كي سواك حيست وعسكر على ضفة النهر المقابلة لمعسكر فرس وعسنى مركة رقو كالكتي دان توبيقة كوبيغان هلكا روكتا واه عيدان كاكالا فرس ايو مركا طبعا هو لبا طرف ومركا جيوغرافيكلي لاتينامي اوساسو كالا مودين ايتا المهم فكتب بهمن الى ابو عبيد ورقد بو قر مركا بهمن ما ورق سوق سوق يقول حيري اما ان تعبروا الينا ولا نمد لكم بيدا بسوء عند عبوركم وإما أن تعبر إليكم نعبر إليكم كذلك لو متكل الضارت مركب حاول لحياة هذه مركب وبيجا لوي سدان أيالك هل دقينه قلنا وح يكون بيجانت هل كأي شرقي قلنا ماشي كلا يكون بيجانت طيب مركب حاول لحياة وبيجون وح ولا جسر يقول ليه لا سال لو جد أو بوندا أو كلا مركب نيك كان وح هندسي هندسي زوج وياه أما بعد تلي سوحة تهاي وهذا الرباعي إنه أبشرنا ده نهار ليه أبو عبيد ليه لو متوقعه أنا إذن كنا نسوق جدبة وأن أمانا وإنسينا إن وحقان إن جالسين إن مركب أما أنا قاعد فقال أبو عبيد مركب هل كان مركب مش نزلت ماشي مركب كوفة شلمان أبو عبيد بقى بيقول لمن حوله ذاتك لجوا يقول الله يحيي لا يكون الفرس أجرأ منا على الموت يحيي وحررنا إن أنت كان أم وجنه إن 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 إنه جاي ليرنين جيرده يعني مثلا وماشي أديه ليه سوب برودي يعني هذا إيه نوعي ماذا تاوي حكيت لي أنت سيسن مركز سيج جيسين هذا أنا مو موجنة إلا إنه جي ماذا يين نسوجن إنك عن قادنا ينشتيف كون دقاقم وعزم على العبور قام بقات مركز إنه هلك كت الله وبندري على الرغم من معارضتي كثير من الرجال اللي معزم عليه يضو أي جراء فضن أو عيدن ك أبو عبيد وتو مسلمين تأ أي أرن كأي معارضين ويديدون أو يرهدين ما ينجده وعلم الفرس بذلك إسنا قوانك وقعت في هذا معنى قاعدين سوى الصعنة لكن وحيد أبو عبيد إنه سنطلبت أن قادم إنه قوانك أن قادم بوه وفي الليلة التي سبقت العبور مالك أي أي بوندادة أي قد بيان هبيك كهر يعني بريو كلا مركي عاو كلا
رأت زوجة أبي عبيد فيما يرى النائم، زوجة أبي عبيد فيما يرى النائم. هو إني دي سيب الرياضي حاسك أبي عبيد باري أركتي والريوت هيكون ريوت. إن رجلا هبط من السماء نبقى سمد كسود دق الدم ومعه إبريق يسوي كلي أم جلمد وطه كلمة دن إبريق أسل كيد وقلاص الويقة واللغة فارسية ما هو صومال ما إبريق ما كان مقشد يعني عربي أكون مقشد أسل كيد وكلمة بيشان ما هو عربي ما هو صومالي ما نينك أو كلي أم جلمد وطول سود دق وفيه شراب إبريق أو ستو نينك سمد كسود دق شراب بكجرة فسقى منه زوجها وهو أبو عبيد بمركو حكسي في يلعب وأخاه ولكن هو ورابي وأولاده ثلاثة سد حذويل أبو عبيد وصاك حيستان وأوراب سد حذويل يعني معنى وأبو عبيد وكوبا ولكن والله بقى سد حذويل ودلي أنت بقى شنتو دي قفكي سماد كسر معي وإبريق ستي بورابي. فلما قصت رؤياها على أبي عبيد إذا الصبح في مكة وجوار توتر ورحلت عن كل رياضة أنا يعني هرده من صمد كسر العيو إبريق وشراب بكوجي لوته أدنى بوك الشي ولا الكان أوسي دماشي سد حذوي لأن لنا وأوسي. فقال لها مركب جواب بشراك هدوا بشار بشار فقد كتبت لي الشهادة أنا وأخي وأولادي أنيجا يولا الكي يسد حذن بأن علي إن شهدنا إله نقرب يعني واحد إنه أرجعه أو وقت والله ما الشيء إيه لبدا جيس عن روح وتصو جيرتين كحلال ده إيه وحا إنه ده هاي سامة مد هنا ويحير الحمد لله وحا نوق ربي شهادة. ثم وقف في جنده وقال عيدنكم مركز سلح استاق مركز سلح أيها الناس إن قتلت كل ولدي لي يا هدي لي ديلو فأمروا على عليكم أخي حكما ولا لكي حكم أدي بمامرك فإن قتل هدي إسجل لدي فأمروا ولدي وهبا ويل كي وهب أديبا فإن قتل هدي إسجل لدي لنا فأمروا أخاه مالك مالكا ويل كلا عن ضلاء ولا لكي ومالك أديبا فإن قتل هدي لدينا فأمروا أخاه جبرا جبر أديبا فإن قتل هدي لدينا فأمروا المثنى ابن حارثة شيباني شنتين وسكوفيملي وانا معناه مثنى أديبا مركيبة خضة دي سو مركب دقيق يعني بمعنى وحاء موقته إن هلك ودكيس وكلا كل مدونه لقب الله بيساعدنا وحير وحي كدن بايه انا اسكله اني هدي ماشي كبحنا ولالك ولالك هدي لديله سدح ذويل ان دلي هدي انت انا شنت انا ان هلك كو شهيدنا المثنى ابن حارث الشيباني وانك معركتي دردارنك قريه سد لسعتان سعد بن قاسم مركه لسودير دونه او اسغو حنونسن ربا انه لا كلمه ومثنى ودمن جراحي سو لدمن هلك مركه قصدي دي بقول لها مركه مالنتي يوم ارمات ماشي أنا أردت أغير دقنيت. ثم أمر المسلمين بالعبور المسلمين في حد دقائق كطلابة ماشي فصدعوا بالأمر أمر كسيدي سيئفوا لي المركب يجهروا بالأمر يعني بمعنى أمر كسيدي سيئفوا وطفقوا يتدفقون نحو الشاطئ الشرقي من النهر كما يتدفق السيل مركب سوحي باللابين إن كسي قل قليان حقا إيو ما أردت حابتا دان تحقق بري حكتا ما أركتي وبيجا سيدا ضعتك ساسو يقول قولان عيدا كيوان كلا حرم وعبروا فوق جسر نصبوه هناك وحين مركا كدل طلابين بونددا ماشي اي مركا كد ديارين وصابت الله قمك عام يوم الجسر ما أركتي ما لنتي بحناس وقرأ جسر وآه لفظي قلدان هكو أقرأ لك يوم الجسر وبونددي الكاسي كالطلابين ولما التقى الجيشان على عرض المعركة لبدي إذن إذن كم يكون سوق بحلك على وكل مي أو قابط ليسجن فوجئ المسلمون بالفيلة التي تتقدم جيش الفرس مسلمين توابا مركبة وهكذا كن نقطي أو سبرايز لو كان لجاي إذن مروديال إيه الجامينية وقد ثبتت على ظهورها ورقابها أغصانا كثيفة من سعف النخل ولمرودي مرودي هدوس قصة على هالا قرت مرودي أشوف هدوس على قصاره dhir la soo jaray iyo geeda dusha laga saaray oo wali timirta caleenteeda ayaa dusha laga saaray yani adi maroodigu inta la eeg hadii waxa la wixii caleena wixii geed laanti ahayd iyo jiridiisa dusha laga saaray waxaan noqonaysa marka waxa kale la sameeyay inta kaliya ma wuulqad عليها اجراس كبيره مجلجله markaas waxa dusha laga saaray
جرس اي جنبلاء له اد واقي ندش على قصار. فبدأ كل فيل منها كأنه جبل مشجر يمشي على الأرض مركاسا. فبدأ وأمه غدا مركا مريد المركو سعوني وبور هذه بور تمركو عارك مركا دير اي كدو البحضة سيد الله نقاني السم وقرين سم نقاني السم مريدي قو انت دير دوش لغا سعر ان حد مالي نسا جرس كان وقرعمي قمالي وقرعمي ساسو سو سو فإنها مركا فهابها جنود المسلمين مسلمين تمركا عيدا كدو مركا يبقدين بانكش الذي لم يكن لهم عهد بها من قبل ولي قود ما أركن نيدونا كما سعر لعين مريدي وعلى قود قال قليها وأنعام الله خلق إلهي أنت لك وجيجانتيك آه وين كود أنت لك أدو تقول يقول عن دو بوسو جورا كور أو صعانة لوك الله يعلم سيب النقطة وأجفلت منها خيولهم فردهن مركي أركان بورهن ما أركت علامها مضح كوسي تاي مروذياشا أو سو جور جورنا مركي أركان يبون عايو حكا دي لنك كالي قد الدي ويحي الله فرضها. فأيقن أبو عبيد أنه لا بد له من أن يقضي على الفيلة وفرسانها. أبو عبيد مركو حاوصة بحضي إنه كو خاص بيه شو الدجال كان نتيجة وقاك كيانو وحا وهر يكب الله بإن النقطة هرتا إن ملوذي أشي ميلا صار ومعركتي وكتخلص حتى يحق لجيش النصر سعيدا كي سوف تقل أول نقطة مركة إن يقول إيسوهيا. فنادى بجنود المسلمين أن أقبلوا على الفيلة وقطعوا حزيمتها عيدا كي مركة وقيل الدامي وحير ورمروذي أشي إنتال سكوب بيكتان حرقهم كوح عرارته جرع وقلب الرجال من فوقها رجع دش أسارا روك صليا وضعوا في مقاتلها مقاتلتها مقاتلها ما شاء يكلمتنا مركا حلقة كدرة ورمها يفلارها ينهاك على بيت مركا طبعا وفكر آدي وفي عنبوها إن أم بلغو مشغول عيدا كنتي سكال لكن مرودياش يعني رجع سارا يكون دق على مهرد ما صار طانا وحين نقارن يسأل يجي مركا للديلو وفي هلكا مرودي وكبد انت كلام بيكتبني فالله هدين نقول لك ورا هدين نقول روك كدي رجا دوش او صار صوما رجا بيقول لك والله ديجا كدي من هلكا مركا بالله وها انا ذا ماض امامك انا اذا كو غريب لو صد وفيل وما ان تم كلام مركو هذا كساو دمي ابو عبيد حتى اقبل على الفيل اكبر مرودي وهنا اسكو اسكو شوبا مركا هلكا سو ابار فقطع حزامه مركا سو حرق قف اسي واردى الفارس الذي على ظهره منك الدقال لها انك صارا امرودي قوتان هالكاس وكوك قسي لكن الفيل ما لبث انضرب بخرطومه ضربة القتل الى الارض لكن مركيبة مركي مرودي وساوي رحي اي ابو عبيد مركي وحل اقول افتق عنتي سيكون افت مرودي خرطوم كيف لها مركز اولوك كل عاي ثم داس عليه بيديه وصرعه مركز كدو بصعدي هالكاس مرك ابو عبيد وكل شهيد مركي مركي يقول يقف يقول ري مرودي يقول رئيس نو كت خلص طبعا نيمكن وكت خلص لكن أبو عبيد هالكاس كل شهيد هذا على مركة دردارك محوها هذا أنا ماشي كم بحها رجي كلو مجمع فتوالى على القيادة من بعد أبي عبيد أخوه الحكم وحكى جدا بمركو يسوي هالكاس كل شهيد ولكن حكم فخر سريعا شهيدا إذ نو هالكاس كل شهيد فتلاه ابنه الأكبر ويلك يقول إنه بالودي فلاحق بأبيه وعمه إذ نوح الراعي أبيه أذركي فتله ابن الثاني ويلك كلاه الدانا فلحق بهم جميعا أيضا يقول الراعي فتله ابن الثالث كيس بحد بايم وقال وحير ما إلى فآل إلى ما آل إليه أبوه وأخواه عمه إسنوح الراعي أذرك أبيه لبدي كلاه لا ضلت فتحققت رؤيا زوجته أو زوجتي أبي عبيد أبو عبيد هويني دي سيري دي وإيد بوذي وصح تأويله لها إسنا تفسير وصارم واسده يعني رياضه حيث كتبت الشهاده لهم جميعا الى سبحانه وتعالى وقرأ رياضه مركه اي قف قلبي نظيف يا الرياضه شروط بين هذا الرياضه ان لم نقطه اصل في قفكم مؤمن كريز بين النقطه بل النبي صلى الله عليه وسلم جزء من اجزاء النبوه كتب المام لكن هذا رم بضنت مركه عادي وش كاين اذا هذا بين شيء رياضه بين النقطه لكن هذا من ضرب بضن ودك قاف كده رجي اعطاي او ما انت وحك اسك شيغه اعطاي او wax walba laga sheekay aad wax ka ogtahay dadka u sheekaysid riyadaaduna waa taas la mid ah taa marka waa muhiim midda labaad waxay tahay qofka qalbigiisa riqa inay ku jirto xoga inuu yahay qof qalbi dabacsan iyadana mu qof muumin iyadana waa laga helay waxay ka mid tahay waxyaabaha waxa kale oo ka mid ah waxyaabaha riyada dhab ka dhiga waa inaad hore u aadan ugu fakareyn yani mesela laakiin ana hadda ramadaan baa lagu jiraa somo waqti iska gaajay haraad baa jiray hadaan xogayr seexdo
ما عندنا روح يجو حيسام وقال ما أفرد أن تصام صحن بريسة دي اللي كان ريا ور رياضة بريس ما كل رياضة ما معناه إلا أن ور يدي جدي تصام ما كتاسك على ما قبنا وحكى له إذا مهمة قف ما كل ريانة يو هنا يتعي هبينكي فجرك أنت اللي جارين كهر فجرك أنت اللي جارين كهر رياضة هديت بعد الفجر إذن بوك لمحايا لبواركتي رياضة أوقف أضل برصاني أضل لعي أضل ما أنت وحياضة لن أو هالوسادة أنا سكت تواصلين بقول يونس وين ما قبل الفجر يعني هنقف ويسوي دورانته تايدن ما مهم من ذا كلام حلقة يا با رياضة ترى بضان أو هداد كل يوم تد دولة يا كلام أما هذا أنت أردي ما أنت نقف في هداد أركتي مركز دولة يصير حبر حاب بقى وصيحة تدي بس كل جاي جري هذا أردي وقف في هداد أركتي أدم بحسن كان الرياني لقطة كولا مركز صيحة تمر وقت نسكت توش لقطة ظهر وبيح في تص عادي من قنيسة لكن هذه لقطة كولا بنتهاي هذه لو برص ما أنت نوع نعيسة مركز ابن صلاح ريوينك وكل صارك وحنا مهيم قفك كوفة سيرية إنه حالك على الصعود وحلقة يا با هبل الرياء أركي هبل الرياء أركي اللي بدنا نذكر الرياء إنكو أركي نمو بيفع أركي يسوي كتاب أقرني لكن هو تفسير كاري الله ولذلك وقت هلكي ابن سيرين نم بقوي من روح يروان رياضة ما حكوا رياضة أنا أقدمه مركز سير ما شاء الله وحد كل جرت أضون الناس عناق يوم من القيامة أقدمه دون طعن وعوت المامة إني تهري قرح بمن مت كلام ابن حيروان أنا أقدمه أنا كوري روح توبة تجعن على جاي دونه لو هذا أقدم صامه labada wixii rikanna waa adimay oo nin saalix ah adbalo naas aanaqan soo gala kana wixii ruma adana muadhin ayatuha al'ir innakum la sariqun tuqulu ya quraan kaashi ilmana tuqana sidiiban ku dhacday oo suu fasiro ibn sirin wuxuu ka mid ah marka looga dambeeyo taa marku waa muhiim waxana hadithu tilmaamaysa inay simbir lugahi ku taaganta qofka ku fasiraya wa in u riyada yaqaan قفك أدود بيت قفك سداد سجش يتكون فسره وسي قلدان يكون فسره تفسير كهسون بيكون سعانسة عدة هذه الرياضة أي تهريع هذا قرح بضان أو ناكسن أو أي حقوق سكر دين أي سنة ضدك أن حاسس كقوة أهم بالله شجع ولذلك لا تقصص من حيل رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد إن الشيطان الإنسان إيش عدو مبين حين قف هذيك حمي كل جعل هو شيء إنه حقول لي دون هذا كل يوم أنا جنة كل والبركات بقل دون تان رجعت تقول كل هدان جنة الهود دي دين مركا هاو شيء إن كاسو كل لكن قف كمر كوي قف أهل خير وخير كل جعل مركا أو شيء ريوين كان إن تلا تورو تي في هذا لو تورو تايو الرياضة رنت على مشاعل فربنا بحصار أنا حي عليه وعلوم هذا أشر ديان قف كان وحفسير يوين حاش حواشي سلا سعطا قف كسوق صوع ريدي سما فسير كرتيد إلا اللهم قف كدي إلهي وفس وف معرتي فتحي وماشي ونبي يوسف عليه السلام وهي هاي معجزات كيسة كاملة هاي تأويل الأحلام إيه تأويل الرؤيا واتن إليه سبحانه وتعالى بره المهم دقاء قصصها لم يحقق المسلمين في هذه الواقع التي دعيت بواقعة أو بواقعة الجسر ما كانوا يرجونه من نصر مسلمين تا العددا لما كان بحدي العدد يبوندرا جوش أي فيلين رنتي كما ينسوهين غير أنهم ملأوا قلوب أعدائهم رعبا صائتاي هدنا رنتي أعدوا إيسايين أرجع حبي كبارين وشحنوا أفئدتهم رهبة وخوفا فقدم بضم بمكة الجنة ولقد كان وقعة الجسر حدثا خطيرا كبيرا لهنا بعد رنتي العددا لم عد بحثين العددا بوندضا وحيث العددا خطرت ذلك أو يوضو أرر أمضى هردعوة هاي أحداث كلا يوضو ازدبجوغة أول حدي ذلك أن يوم القادسية الأبلج الأغر لم يكن عن يوم الجسر ببعيد محايا لساد دريميسي هدي تنو أهد يوم الجسر تي قادسية ومالنكي يسوي برير سنة عدان تلها المسلمين تيجوش يسوي هين وآه أرميه عن كسر هل ليننا كم فوجا مر كم فوجا مر كل حد وكل واحد إنه نور رعيه القعقاعي القادسية لكن الناس صهر مرتي وإلى هنا بالله توفيق.